أغاني كتير بيستناها جمهور المطرب رامي جمال في حفلته ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واللي في الحقيقة يعني متحمسين جدا إن هم يسمعوا باقة مميزة متنوعة من أغانيه المختلفة في الحفل المقرر انطلاقه إن شاء الله يوم 2 أغسطس اللي جاي. للمزيد حول هذا الحفل بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف الفنان رامي جمال. يا مساء الفل عليك يا رامي. مساء الفل يا بسنت، اهلا بيكي واهلا بكل اللي بيسمعوكي واشرف ان احنا مع بعض دلوقتي في مكالمه. بشكرك يا رامي، يعني اول حاجه الف مبروك على الالبوم بتاعك. الله يبارك فيكي. الله يبارك فيكي، ميرسي جدا. دايما انت مميز وليك لون مختلف يا رامي. والله يا بسنت، هو لو الواحد مميز هو مميز بان ربنا يعني بينعم عليه بالقبول للحاجات اللي هو بيعملها، لان انا في الاخر في المزيكا انا بعمل حاجه بحبها قوي، فبتبقى نعمه من ربنا ان اللي بعمله بيوصل لقلوب الناس. دي حاجه بالنسبه لي هي الميزه اللي هي القبول اللي ربنا بيديه لنا. يعني انت كتبت على اكس تويتر سابقا يعني تويتر كده وقلت انه حفلنا موعدنا يوم 2/8 منتظركم. احكي لي على التفاعل كان عامل ازاي، ولقيت الناس بتتفاعل معاك ازاي على حفلتك اللي جايه في مهرجان العالمين. والله مبدئيا خليني قبل ما اتكلم على حفلتي اتكلم على مهرجان العالمين نفسه. قول لي اولا خليني اشكر الشركه المتحده واشكر بلدنا مصر عموما على المهرجان اللي شكله مشرف جدا ده، لان احنا انا اتولدت شفت مصر بتعمل ليالي تلفزيون وليالي اضواء المدينه، اتولدت شفت مصر اللي عايز يتشهر لازم يجي يغني في مصر. فبالنسبه لي فكره ان يبقى في مهرجان امتداد للحاجات الجميله بتاعه زمان دي، ومهرجان في مكان يا بختنا بيه عندنا مكان زي العالمين ده، دي حاجة مشرفة جدا. بعيدا عن اني اتشرف اكتر ان هم اختاروني ان انا اكون موجود في المهرجان ده مع الاسامي الاساتذة الكبار كلهم والزمايلنا الموجودين كلهم، ده بقى شرف اكبر كمان، لان من متفرج في يوم من الايام على الحاجات دي ان شاء الله لمشارك، وان شاء الله يا رب اكون مشارك مؤثر كمان، لان انا متحمس جدا لان دي بالنسبه لي اكبر واهم حفله ليا في بلدي مصر. احنا متحمسين كمان للحفله دي قوي. احكي لي عن التفاعل كان عامل ازاي معاك، لقيت الناس متحمسه ازاي ان هي تحضر لك حفله في العالمين. والله الحمد لله، انا شايف ان انا كتير الناس تقعد تكتب لي نفسنا في حفله ليك نحضرها، نفسنا في حفله ليك نحضرها، لان احنا اغلب حفلاتنا بتبقى حاجات نوادي جامعات، حتى لما بتبقى حفلات بتيكت بتبقى يعني في اماكن عاديه، لكن المره دي المكان مش عادي، وان شاء الله انا شايف ان التفاعل كويس جدا، وان شاء الله نشوف عدد كبير والعدد ده كمان يخرج مبسوط ان شاء الله اليوم ده. لان بالنسبه لي انا يعني انا في ولاد بلدنا مصر كلها كل حد بشوفه بيقول عايز اجي وعايز اجي وعايز اجي، والحاجات كمان اللي بتدعو ان الواحد يبقى مبسوط قوي ان انا كتير قوي جايين من بره مصر، ودي حاجه بتخليني احس ان لو احنا لينا تاثير كفنانين مش بس يبقى على اولاد بلدنا، لان احنا يعني خيرنا لبعض ده طبيعي، ان اهل بلدي يحبوني ده طبيعي، لكن ان الناس تسافر لي من بلاد ثانيه علشان تيجي تحضر المهرجان ده، دي حاجه بالنسبه لي كبيره طبعا يعني كبيره، وبالنسبه لي مش بس كبيره ليا كشخص، هو في الاخر احنا لو احنا جزء صغير جدا في ان ده لو دعم للسياحه بشكل صغير جدا ده دورنا في الاخر، وحاجه تساعدني كفنان. رامي كمان شفت ازاي فكره انه عندنا حفل خليجي، يعني خلاص يعني ساعات قليله بتفصلنا هيبقى في حفل خليجي في مصر، فنانين من الخليج العربي هيغنوا هنا للجمهور المصري واكيد طبعا اشقائنا العرب الموجودين في ارض العالمين. ما خليني اقول لك على حاجه، بما اننا كلنا بنتكلم اللغه العربيه يعني وكلنا في الاخر دلوقتي احنا حفلاتنا كمصريين في العالم العربي كله بتتباع من اول ثانيه، وهم كمان من زمان جدا كان دايما في الاعياد بيبقى ليهم حفلات عندنا، بس كانت حفلات على مستوى الفنادق وكده، لكن دلوقتي خلينا متفقين ان مصر دلوقتي طول عمرها بيبقى دايما لينا نصيب من اخواتنا الاشقاء في البلاد العربيه ان دايما ليهم اجازات موجوده في مصر سواء في الصيف او في الشتاء. فهم من حقهم ان يبقى المطربين اللي بيحبوهم اللي هم تربوا على اغانيهم بتوعهم موجودين، وبالنسبه لنا ده نجاح احنا كمان، لان في الاخر مصر زي ما قلت لك هي البوابه الاكبر للعدد الاكبر من الجمهور في الوطن العربي، فان يبقى عندنا حفله لنجوم خليجيين كبار يحضرها اخواتنا الاشقاء العرب الموجودين في مصر ويحضرها المصريين اللي زينا كمان المهتمين بانواع الفنون بمختلف اشكالها،
ده حاجة بتأكد اللي أنا بقوله إن مصر دي مركز انطلاق الفنون في الوطن العربي. رامي يعني ما ينفعش تكون معانا وما نسمعش حاجة كده من الألبوم الجديد بتاعك. والله يا بس أنت هقول لك على حاجة. ما تقوليش حاجة. عندك برد، أنت كويس. لا لا عندي برد، دي كانت بتتقال زمان. لا لا لا. أنت لا كويس والله زي الفل. لا. لا أنا دلوقتي أصلا أنا خارج البروفة علشان أكلمك، لأن أنا يعني مركزين قوي في البروفة علشان حفلة يوم الجمعة، فأنا تركيزي كله في يوم الجمعة. طيب خلاص قول لي، طيب تجهيزات الحفلة سريعا جدا كده، مش هعطلك عن البروفا، بس قول لي التجهيزات عاملة ازاي، البروفات انت بدأت امتى البروفات؟ والله بدأت بقالي 5 أيام بروفات، لأن طبعا احنا أغلب الأغاني الحمد لله أنا والفرقة بنشتغلها في كذا حاجة مع بعض، لكن في أغاني جديدة هغنيها لأول مرة، في أغاني يعني في أغنية إن شاء الله هتبقى بتنزل يوم الحفلة دي لأول مرة، لأن أنا قررت كده إن شاء الله إن إحنا هيبقى عندنا ريليس لأغنية جديدة، ففي شوية حاجات عمال يعني برتبها كده، وإن شاء الله يا رب تخرج بالشكل اللي الواحد عايزه وأحسن كده. إن شاء الله هتكسر الدنيا يا رامي أكيد. يا رب يا رب. وكل يا رب. محبيك اللي بيسمعونا بيشوفونا دلوقتي من كل مكان، رامي جمال يوم 2 أغسطس في العالمين الجديدة، ما تفوتوش الحلقة دي. شكرا جدا، شكرا جدا يا بسنت لكلامك، ومستنيكم كلكم ان شاء الله يوم الحفله ان شاء الله. اكيد شكرا ليك يا رامي، وكسر الدنيا بقى.